السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 6 من كورس مايكروسوفت أجر Enterprise Governance. هنتكلم النهاردة يا شباب عن الأجر هيراركي أو التسلسل الهرمي الخاص بأجر. ليه بنتكلم عن التسلسل الهرمي؟ لأن هو ده مفتاح شغلنا. احنا اتفقنا انه الجوفرنس عبارة عن مصطلح بيشير إلى الحوكمة فيما تعني مجموعة القوانين والسياسات والإجراءات اللي حضرتك أو الكيان أيا كان شركة أو منظمة أو مؤسسة بتستخدمه علشان توصل لغرض أو هدف ما، وعلشان تقدر برضو تراقب مدى الوصول للهدف أو للغاية اللي وضعت من خلالها السياسات والقوانين ديت. علشان كده لازم حضرتك تاخد فكرة أو تفهم تسلسل أجر ماشي إزاي. الحقيقة طالما إحنا بنتكلم عن سياسات وإجراءات وقوانين وقواعد، يبقى الأدوات ديت هنطبقها على شغلنا، على خدماتنا، على التطبيقات الخاصة بينا، وعلى يعني الريسورس بنسميها. فلازم نفهم كويس جدا مستويات الإدارة الخاصة بالقواعد والسياسات والإجراءات اللي أنا هشتغل عليها علشان أطبق من خلالها مبدأ الـ governance. عندي أربع مستويات من مستويات الإدارة. أول مستوى، خلي بالك الشكل ده موجود فيه ثلاث مستويات، يعني هم أربعة. علشان نفهمهم هناخدها من تحت لفوق. عندي أول مستوى هو الإدارة أو تطبيق الحوكمة على ريسورس واحد. الريسورس ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون أكاونت، ممكن يكون VM، ممكن يكون كونتينر، ممكن يكون أبليكيشن، ممكن يكون ستورج أكاونت، أي ريسورس. فإحنا عندنا في البورتال كده مجموعة من الريسورسز، خلاص؟ يبقى أول مستوى من مستويات الإدارة هو مستوى خاص بالريسورس. طيب تاني مستوى هو مجموعة الريسورس ديت، أنا ممكن أخدها وأعمل ريسورس جروب، أعمل جروب كده مجموعة، فبالتالي عندي مجموعة من المصادر ديت حطتها في تحت مظلة أو منصة معينة كده مسميها ريسورس جروب. فبالتالي لما هطبق القانون أو السياسة اللي أنا هفرضها علشان أحقق بيها الجوفرنانس، هطبقها، القانون ده هيتطبق على المجموعة كلها، على بقى مجموعة من الـ VMs، مجموعة من الـ Accounts، مجموعة من الـ Containers، الـ Application، أو خليط من الخدمات ديت. تالت مستوى هو إنه السياسة ديت هتتطبق على مستوى الـ Subscription كله. يعني هعمل بوليسي او رول، هقول والله الاشتراك الفلاني ده ممنوع مثلا انه يكون تحت منه اتنين اونر، هو واحد اونر فقط. يعني في بوليسي بتتكلم عن كده. ده مستوى من مستويات الادارة. رابع مستوى بقى، واللي حضرتك ممكن ما تقابلوش في حياتك لو عندك سبسكريبشن واحدة، يعني لو انت بتتدرب او لو انت زي حالاتي كده ما عندكش غير اشتراك واحد، فبالتالي مش هيبقى من المستزاغ ان انت تعمل مانجمنت جروب، وهو ده المستوى الرابع اللي احنا بنتكلم عليه. المستوى ده خاص بالكيانات او الشركات والمنظمات اللي تحت منها اكتر من اشتراك. حد ممكن يسأل نفسه، هو ينفع شركة بأكاونت واحد يكون تحت منها أكتر من اشتراك؟ هقولك مش بس شركة، ده حضرتك باشتراكك الحالي اللي انت واخده فري أو اللي انت بتتدرب عليه أيا كان نوعه، ممكن تضيف عليه اشتراك واثنين وثلاثة بنفس الأكاونت عادي جدا من خلال البورتال بتاعتك. تروح للسبسكريبشن بتقول له اد، فبيبدأ يطلع لك ليستس بأنواع السبسكريبشن اللي حضرتك ممكن تضيفها، والموضوع very simple. فبالتالي احنا هنا لو عندنا شركة او مؤسسة او كيان ما عنده اكتر من subscription وحابب يعمل policy،
أو يفرض قانون. يعني هنتخيل مثلا إنه شركة ما عندها فروع، عاملة لكل فرع من فروعها اشتراك معين. من ضمن السياسات اللي ماشية بيها الشركة دي والله إنه أي يوزر يدخل على البورتال لازم يتطبق عليه مثلا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، او خلينا نقول اي ستورج اكاونت هيتعمل من خلالي انا كشركه او يعني ككيان لازم يتعمل بريبليكيشن من نوع جيو. خلاص، فبالتالي انا هنا لو عندي 10 فروع مثلا، مش هقعد بقى في كل السبسكريبشن اعمل كرييت بوليسي واقول له والله انت الستورج اكاونت بتاعك يبقى من نوع جيو او من نوع زد ار اس كده. هعمل هنا هلجأ لمستوى الرابع في المستويات اللي هو المانجمنت جروب. هعمل جروب كده اضيف من خلاله السبسكريبشن اللي تحت مني، لما ادخل اطبق البوليسي او الرول او القانون اللي همشي من خلاله يتطبق على جميع السبسكريبشن اللي تحت مني. وبكده نكون يعني قدرنا نفهم ايه هو الهيراركي او الليفلز اللي هقدر من خلالها اني استخدم قوانيني وسياساتي واجراءاتي علشان احقق مبدأ الجوفرنانس. ولحد ما اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، اراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.